على التليفون صوتها كمان من مصر لبيروت. أهلا بيكي معنا في حديث القاهرة. مساء الخير ومساء الخير على القاهرة والناس، وأنا متابعاكم كويس ومتابعة كل برامجكم اللي فعلا بتدينا دفعة وبتخلينا بجد يبقى جوانا فعلا معلومة صادقة من القلب. تحية لكل الإعلاميين اللي شغالين. هو أنا عارفة أنه مش وقته، لكن أنتوا فعلا عندكم تغطية كبيرة جدا جدا على الحدث دائما وأبدا، وده عشان نفيكوا قناة مصرية صرف يعني. كل الدعم لأهالينا في لبنان، وبضم صوتي لصوت الفنان الكبير هاني رمزي، وبقول ان فعلا احنا كل الدعم للشعب اللبناني العظيم. لبنان اشتغلنا فيها وحبيناها وكلنا فيها وعشنا فيها وحبينا يعني سماها وحبينا ارضها وحبينا اهلها، وكل كل كل حاجه في لبنان فعلا بتفكرنا بحاجات كتيره جدا جدا، منها ازاي نبقى متسامحين مع بعض، منها ازاي نبقى متمسكين بالحياه. وعلشان كده انا بقول لهم يعني انا معاكم في اي حاجه، وبشكر طبعا مصر، جمهوريه مصر العربيه اللي ما بتسيبش دوله فيها ازمه غير لما بتبقى في اول الصفوف، برغم ان عندنا ازمات اقتصاديه، برغم ان عندنا مر علينا كورونا، برغم ان حصل لنا وقفات كتير جدا وعراقيل من مجموعه من الحاجات اللي بتحاول توقف المسيره، الا اننا فعلا لازلنا واقفين. وانا اعتقد ان لبنان هتستمر، مر عليها كتير جدا جدا، وده كمان هيعدي، الازمات مش من النهارده. صحيح، ده كمان هيعدي. حضرتك هتشاركي في الدعوه اللي عملها دكتور اشرف زكي معانا؟ طبعا طبعا. والسيناريست مدحت العدل، عظيم طبعا عظيم. لو استدعيت هكون من اوائل الصفوف، فارجو انهم يتذكروا ان هم يحطوا ده على جروب، ويعملوا جروب للفنانين اللي حابين انهم يبقوا متواجدين، وانا متواجده في اول الصفوف. احنا ورا المشروع ده لحد ما يطلع للنور، لازم اهلنا في لبنان يعرفوا ان احنا كلنا ايد واحده، كلنا ايد واحده. وحصل ده فعلا بدري جدا، لان مصر فعلا ارسلت مجموعه من المساعدات، وشفناه وشفنا ناس فعلا على اليوتيوب وعلى تيك توك وعلى حاجات كتير جدا بيشكروا الشعب المصري. صحيح، انا اللي بشكرهم على تفانيهم في حب بلدهم، وبقول لهم ظلوا دائما كما عهدناكم محبين للحياه، ونتعلم منكم حب الحياه. الله، ودايما تبقى هي دي لبنان، لبنان الخضراء الجميله بربوعها بقراها بكل الاماكن طبعًا اللي بنتمتع طبعًا فيها ونتمتع بها، بحنيتها، بصوت فيروز، بصوت فيروز، بصوت ماجده الرومي، بصوت كل حلم العظيمه ماجده الرومي، حضنت علم مصر وتلفحت بيه على المسرح. واحنا كمان على فكره مش عيب ان احنا نبوس علم بيروت ونحطه على كتافنا ونقول احنا معاكم. صح، عاشت بيروت، وإن شاء الله النصر للمظلومين بإذن الله. أنا بشكرك جدا وفي انتظار